أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس الرابع من تفسير سورة القصص. يبتدئ بقول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وهذه الآية الكريمة لها سبب نزول، هذه الآية الكريمة لها سبب نزول، وهو ما جاء في الصحيحين أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة، وأبو طالب هو عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يحوطه وينصره ويحميه من أذى قومه حمية، فلما حضرته الوفاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه وعنده أبو جهل ابن هشام وعنده عبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد عليه، فكان آخر ما قال أن قال: هو على ملة عبد المطلب، يعني الشرك، يعني قال أنا، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فهذه الآية تبين أن الهداية التي هي جعل الإيمان في القلب بيد الله سبحانه وتعالى، ليست إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، فالهداية لخلق الإيمان في القلب وإيجاد الإيمان في القلب هذه لا يملكها أحد من البشر أبدا، كما قال الله: إنك لا تهدي من أحببت. وأما الهداية التي هي بمعنى الدلالة والإرشاد فهذه تكون للرسل ولأتباعهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض.
فالهداية جاءت في القرآن نوعان: الهداية بمعنى إيجاد الإيمان في القلب والتوفيق والإلهام لقبول الإيمان، هذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والنوع الثاني هي هداية الدلالة والإرشاد، فهذه للرسل عليهم الصلاة والسلام ولأتباعهم، كما قال سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إنك لا تهدي من أحببت من الناس فليس ذلك إليك، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، يعني هو أعلم سبحانه وتعالى بالذين يقبلون الهداية، يقبلون الإيمان، فيوفقهم لذلك. ثم رجع السياق مرة أخرى. طبعا هذه الآية وإن كانت نزلت في أبي طالب، لكن العلماء عندهم قاعدة يقولون: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي تشمل كل أحد من الناس، أي إنسان سواء كان قريبا أو بعيدا لا يستطيع أحد من البشر أن يهديه، وإنما الله جل وعلا يهدي من يشاء. ثم رجع السياق مرة أخرى للمشركين، لمشرك قريش، فقال الله سبحانه وتعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني قال مشركو قريش ومن تابعهم: إن ندخل يا محمد في دينك نتخطف من أرضنا، يعني يتخطفنا العرب ولا طاقة لنا بهم، فنحن لا نستطيع مواجهة العرب، لو دخلنا في الإسلام لرمتنا العرب عن قوس واحدة، وهذا شيء لا طاقة لنا به. وهذا من جملة أعذارهم الباطلة وتعللاتهم التي لا قيمة لها. ولهذا رد الله جل وعلا عليهم ردا باستفهام التوبيخ والتقريع، فقال: أولم نمكن لهم حرما آمنا، يعني ألم نجعل لهم حرما ذا أمن؟ من الذي جعله آمنا؟ الله جل وعلا هو الذي جعله آمنا، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا. ثم وصف هذا الحرم بقوله: يجبى إليه ثمرات كل شيء، تجمع إليه الثمرات على اختلاف أنواعها من الطائف ومن غيره من الأراضي المختلفة، وتحمل إلى هذا الحرم. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون، كما في سورة العنكبوت. ونقل: أولم نمكن لهم حرما آمنا، فالله هو الذي جعله آمنا ولم يجعله الناس، فالأمن أمنه والحرم حرمه والبيت بيته. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، يعني نرزقهم رزقا من عندنا، نسوق إليهم رزقا من لدنا من عندنا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ولكن أكثرهم لا يعلمون لشدة جهلهم ومزيد غفلتهم وإعراضهم عن التفكر، لا يتفكرون في أمر المعاد وحال الإنسان ووجوب إفراد الله تعالى وحده بالعبادة، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل بعض الأماكن آمنا ويختار ما شاء، هو الذي اختار هذه البقعة أن تكون آمنة وجعلها مقصد الناس
من جميع أقاصي بلاد الدنيا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، كم من أهل قرية كانوا في سعة من العيش ورغد من الرزق ورخاء، فوقع منهم البطر والأشر وكفران النعمة فأهلكهم الله جميعا. بطرت معيشتها، يعني بطرت في معيشتها، بطرت في معيشتها، مثل قوله تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا. بطرت معيشتها، يعني بطرت في معيشتها. ولا هناك شيء أشد من بطر النعمة وكفرانها، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وفي قصة سبأ التي ستأتي عظة وعبرة: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان، إلى قوله: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة رب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. وقال: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فبطر النعمة من أخطر ما يكون. هؤلاء الذين بطروا النعمة طغوا وأعرضوا وتجبروا، ماذا جرى لهم؟ قال: فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، لم يسكنها أحد بعدهم إلا زمنا قليلا، كالذي يمر بها مسافرا فإنه يجلس فيها يوما أو بعض يوم ثم يمشي. الآن مدائن صالح اللي هي الحجر ديار ثمود، هل يسكنها أحد؟ ما يسكنها أحد، كما أسلفت أن بعض الذين جاءوا يزورونها يستوحشون. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا بشؤم المعصية وما وقع فيها من الذنب. وكنا نحن الوارثين، كنا نحن الوارثين منهم، لأنهم لم يتركوا وارثا يرث منازلهم وأموالهم. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. الوارث من أسماء الله سبحانه وتعالى، الوارث من أسمائه سبحانه وتعالى. وكنا نحن الوارثين. ثم قال تعالى مبينا عدله أنه جل وعلا لا يظلم أحدا، قال: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. وقبل ذلك بالنسبة للآية السابقة: كم من أمم وأقوام من أمم وأقوام على شأنهم وكبر فبدلوا نعمة الله كفرا فأذاقهم الله الذل والهوان. وفيما يجري في هذه الأيام عظة وعبرة لكل معتبر، تبدل الأحوال وتغير الأمور، فينتقل الإنسان من عز الملك والجبروت والقوة إلى ذل الأسر والسجن ثم القتل. هذه فيها عظة وعبرة، لأن الذنوب والمعاصي تحيط بالعباد. وقد جرى في الزمن الغابر الماضي، في الزمن الغابر والزمن الحاضر، ما فيه عظة وعبرة لكل معتبر. ومما أذكر مما جرى في الزمن الغابر ما ذكره الحافظ ابن كثير في تاريخه البداية والنهاية،
قال بعض خلفاء بني العباس رأوه عند باب الجامع بعد صلاة الجمعة يستجدي الناس ويقول تصدقوا علي فأنا من قد عرفتم. بعد صلاة الجمعة جالس عند الباب يستجدي الناس، وكان خليفة قبل، والحاضر مشاهد للجميع، جعلنا الله ممن يعتبر. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، ما صح ولا استقام أن يكون الله جل وعلا مهلك القرى الكافرة التي كفر أهلها حتى يبعث في أمها رسولا ينذرهم ويتلو عليهم آيات الله جل وعلا الناطقة ويبين لهم الثواب والعقاب، يدلهم على عبادة الله وحده ولا شريك له، يحذرهم من الشرك. قال في أمها رسولا، في أمها يعني في أعظمها، في أعظم البلدان وأكبرها، كما قال الله جل وعلا مكة لتنذر أم القرى، لتنذر أم القرى ومن حولها، لتنذر أم القرى ومن حولها. فصارت بهذا الاعتبار لما صار، لأنه غالبا اللي يكونون في أكبر المدن وأكبر القرى الغالب أنهم يصيرون هم الرؤساء والكبار وأصحاب الفهم، وهم المتبوعون، فإذا انقادوا انقاد غيرهم، يعني إذا انقادوا إلى الحق فغيرهم من الناس، من عامة الناس تبع لهم، تبع لهم. حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، يعني مستحقون للإهلاك، لأن الله يقول وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، وقال تعالى ولا يظلم ربك أحدا، وقال وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا قامت الحجة على الناس، قامت الحجة ووضح الطريق ولم ينقادوا، جرى عليهم أمر الله. أما من سلك الطريق القويم فلا يجري عليه إلا الخير، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ثم قال جل وعلا مبينا حقارة الدنيا وفناءها وأنها لا تستحق شيئا، وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، يعني ما أعطيتم من شيء من الأشياء من متاع الحياة الدنيا تتمتعون به مدة من الزمن، مدة حياتكم أو بعض حياتكم، ثم تزولون عنه أو هو يزول عنكم ويذهب إلى فناء وانقضاء. وكل عاقل يعلم أن الدنيا كما قال الله متاعها قليل، قل متاع الدنيا قليل، وأن الدنيا لا تساوي عند الله شيئا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث المستورد بن شداد قال مثل الدنيا في الآخرة، ما مثل الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وكان بعض السلف يقول لأحد أصحابه تعال انطلق حتى أريك الدنيا، ثم يأتي إلى مزبلة من المزابل ويقول انظر إلى سمنهم، انظر إلى سمنهم وعسلهم وطعامهم وتمرهم وشرابهم، هذا في هذه المزبلة، هذا طعام للدنيا وسمنهم وعسلهم كل شيء في هذا، هذا هو نهايته. فالله سبحانه وتعالى هنا يعني العجيب أنه ما ذكرت الدنيا في القرآن إلا محتقرة مهانة، ما ذكرت الدنيا في القرآن إلا وهي محتقرة ومهانة، ومبين الله سبحانه وتعالى متاع الغرور لهو ولعب
وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتار مصفرة ثم يكون حطاما وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام الدار الباقية التي ما تفنى ولا تبيد. وقال تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون يعني لهي الحياة الباقية الدائمة التي لا تزول ولا تفنى. وفي الحديث عند الترمذي لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. والعجيب أن الدنيا اللي ذكرت في القرآن وذمت هي الآن المعظمة في نفوس كثير من الناس وهي التي يقطع من أجلها الرحم ويخل بالفرائض من أجلها وترتكب الفواحش والمعاصي من أجلها. ما الذي يحمل أكلة الربا على تناول الربا وقد جاء في هذا الوعيد إلا حب الدنيا؟ ما الذي يحمل من أشرك بالله وعبد معه غيره إلا حب الدنيا والطمع في رياسته وفي محبوبه؟ ما الذي يحمل أصحاب الأضرحة والذين يعظمون القبور ويقدمون لها النذور إلا الطمع في حطام ولعاعة من الدنيا يأخذونها؟ ما الذي يحمل أصحاب الرياسات وأصحاب المناصب وغيرهم على أو كثير من هؤلاء على أنهم ما يحكمون بين الناس بالحق ويأخذون بعض الحقوق؟ ما الذي يحملهم على هذا؟ كله الدنيا. فالدنيا المحتقرة المهانة التي لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى هي المعظمة في نفوس كثير من الناس. فمتاع وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. ثم بعد ذلك ماذا؟ فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون كما قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون لأن العاقل كما يقول بعض السلف يقول لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى لكان الإنسان يؤثر الخزف اللي يبقى على الذهب اللي يفنى. فكيف والدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى؟ الشيء اللي يبقى أحسن من الشيء اللي يفنى له ذهب. أفلا تعقلون؟ فإن كل عاقل يعلم علم اليقين أنه لا ينافس في الحطام الفاني. ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. ثم قال الله تعالى فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه. فإن المؤمن لا يضيع الله سبحانه وتعالى من ثوابه وأجره شيء. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه. فالله جل وعلا يقول وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وقال عن المؤمنين وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. فالذي وعده الله شيء لا بد أن يلقاه. لا يستوي هذا. أفمن وعدناه وعدا حسنا في الجنة والنعيم المقيم فهو لاقيه لا بد. لأن العبد مهما طالت أيامه في الحياة الدنيا فإنه سيلاقي الله. يا أيها الإنسان إنك كادح يا ربك كدحا فملاقيه. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه هل يستوي هو مع من متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من
من المحضرين في العذاب، ثم هو يوم القيامة من المحضرين الذين أحضروا للعذاب، أي ليس حالهما سواء، فإن الذي الموعود بالجنة لا بد أن يظفر بوعده مع أنه ما يفوته من نصيب الدنيا شيئا اللي هو المؤمن، وأما الكافر فإنه لم يكن معه إلا مجرد التمتع بحطام الدنيا، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت خيرا قط ولا مر بي نعيم قط، صبغة واحدة في النار. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا، إنسان فقير معدم تولت عليه الأمراض والمصائب والنكبات، يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة واحدة، ثم يقال: يا ابن آدم هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط ولا مرت بي شدة قط، غمسة واحدة فقط. فكيف إذا كانت هذه دار هؤلاء المؤمنين أبد الآباد، وتلك دار أولئك الأشقياء أبد الآباد؟ ثم قال الله تبارك وتعالى: ويوم يناديهم، هذا معطوف على يوم القيامة، لأنه قال: ثم هو يوم القيامة المحضرين، يعني اذكر يوم ينادي الله سبحانه وتعالى هؤلاء المشركين، أو ويوم يناديهم يعني يوم القيامة، فيقول لهم: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم ينصرونكم ويشفعون لكم؟ مر علينا آية في سورة الشعراء شبيهة بهذه، قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ وقال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. وقال في سورة الفرقان: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم ينصرونكم يعينونكم ينجونكم؟ قال: الذين حق عليهم القول، يعني حقت عليهم كلمة العذاب، حق الشيء يعني وجب، وهم رؤساء الضلالة الذين اتخذوهم أربابا من دون الله، أو هم الشياطين. قال: الذين حق عليهم القول، اللي هم الرؤساء والشياطين: ربنا هؤلاء الذين أغوينا، أي دعوناهم إلى الغواية، يعنون الأتباع، هؤلاء الذين أغوينا، أغويناهم كما غوينا، يعني أضللناهم كما ضللنا. قال: الذين حق عليهم القول، قال: الذين وجب عليهم العذاب، اللي هم الرؤساء أو الشياطين: ربنا هؤلاء الذين أغوينا يعني أضللنا، دعوناهم إلى الغواية اللي هم الأتباع، أغويناهم كما غوينا، يعني أضللناهم كما ضللنا نحن، تبرأنا إليك يعني منهم. أو أن رؤساء الضلال أو الشياطين تبرؤوا ممن أطاعهم، أحد الأمرين، ما يصح نجمعهم؟ ما يصح؟ ليش؟ لماذا؟ يصح، أنا عندي أنه يصح أنهم يتبرؤون منهم ممن اتبعوهم ومن أطاعهم، يتبرؤون من الجميع،
ربنا هؤلاء الذين أغوينا، يعني دعوناهم إلى الغواية الأتباع، أغويناهم كما غوينا، يعني ضللناهم كما ضللنا، تبرأنا إليك منهم. يعني الرؤساء والشياطين يتبرؤون ممن أطاعهم، ويبرأ بعضهم من بعض، كما قال: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وفي سورة سبأ تبرؤ، مراجعة القول، يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول: الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، إلى آخر الآيات. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا في سورة البقرة، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، قال الله: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، إنما كانوا يعبدون أهواءهم، ما كانوا إيانا يعبدون. ويجوز أن تكون ما مصدرية، أي تبرأنا إليك من عبادتهم إيانا، تبرأنا إليك من عبادتهم إيانا، وإن كانوا عبدونا نحن نتبرأ من العبادة هذه، فتكون ما مصدرية. وإنما ما كانوا إيانا يعبدون، وإنما كانوا يعبدون أهواءهم. وقيل: ادعوا شركاءكم، يعني قيل للكفار من بني آدم: استغيثوا بآلهتكم التي تعبدونها من دون الله، ادعوا آلهتكم التي. وقيل: ادعوا شركاءكم، ها، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، لأن كل إنسان منشغل بنفسه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون، يعني لو أنهم كانوا يهتدون لأنجاهم ذلك ولم يروا العذاب، أو لو أنهم كانوا يهتدون ما دعوهم، لو أنهم كانوا يهتدون ما دعوهم، أو لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا لعلموا أن العذاب حق، أو لو أنهم كانوا يهتدون لأنجاهم ذلك ولم يروا العذاب، لكنهم ما كانوا يهتدون. ثم قال الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين. كل أمة من الأمم تسأل سؤالان: ماذا كنتم تعبدون، وماذا أجبتم المرسلين. قال بعض السلف: سؤالان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا أجبتم المرسلين وماذا كنتم تعبدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ما كان جوابكم لرسلي لما أتوكم. قال الله: فعميت عليهم الأنباء يومئذ، يعني خفيت عليهم الحجج حتى صاروا كالعمي الذين لا يهتدون، خفيت عليهم الحجج والبراهين، خفيت عليهم البراهين والأدلة والحجج حتى صار كالعمي ما يهتدون. عميت عليهم الأنباء الأخبار، وسمى حججهم أخبارا لأنها لم تكن من الحجة في شيء، وإنما هي حكايات وأقاصيص كان عليها آباؤهم. فهم لا يتساءلون، لا يسأل بعضهم بعضا، ولا ينطقون بحجة، ما يدرون بماذا يجيبون الله، لأن الله سبحانه وتعالى أعذر إليهم، بعث الرسل وأنزل الكتب وأعطاهم المدة وأعطاهم العقول، فما عندهم جواب، ما عندهم حجج، ما عندهم براهين، ما عندهم أدلة، الحجة قائمة عليهم. قل: فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فهم لا يتساءلون، لا يسأل بعضهم بعضا، ولا ينطقون بحجة، ولا يدرون بماذا يجيبون. ثم قال الله تعالى مبينا أن الناس ينقسمون إلى قسمين، القسم الأول مضى والثاني: فأما من تاب من الشرك وصدق المرسلين وأدى فرائض الله واجتنب معاصيه، فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من
المفلحين الفائزين بمطالبهم من سعادة الدنيا. وعسى وإن كانت في الأصل للرجاء لكنها من الله واجبة على ما هو عادة الكرام. وقيل إن الترجي هو من التائب المذكور لا من جهة الله، يعني فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى هو هذا التائب أن يكون من المهتدين. فإما أن ترجع إلى الله وإما أن ترجع إلى الشخص التائب. ثم قال تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. ليس المراد ها هنا بالاختيار الإرادة، لكن المراد بالاختيار هنا الاجتباء والاصطفاء، فهو اختيار بعد الخلق، والاختيار العام اختيار قبل الخلق. يعني أصح القولين أنك تقف على قوله ويختار، تقول وربك يخلق ما يشاء ويختار، ثم تستأنف وتقول ما كان لهم الخيارة نفيا، يعني ليس لهم هذا الاختيار، ليس هذا الاختيار إليهم، بل هو إلى الخالق وحده. فكما أن الله جل وعلا هو المنفرد بالخلق فهو المنفرد بالاختيار منه، فليس لأحد أن يخلق ولا أن يختار سواه، لأنه جل وعلا أعلم بمواقع اختياره ومحال رضاه وما يصلح للاختيار مما لا يصلح له، وغيره لا يشارك في ذلك بوجه من الوجوه، كما أشار إلى ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله. فالله جل وعلا اختار مكة لتكون خير البلاد، واختار الكعبة لتكون خير البقاع، واختار محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل ليبعث إلى خير الأمم وهم العرب، وأنزل عليه خير الكتب وهو القرآن، وجعله بخير الألسنة وهو اللغة العربية، وأنزله في أشرف الأوقات وهو رمضان، ونزل به أفضل الرسل وهو جبريل. من اللي يختار هذا؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار، الله أعلم حيث يجعل رسالته، ولهذا العبد يرضى ويسلم ولا يقترح على الله. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، ما كان لهم التخير. قيل إن هذا جواب على قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وقيل إنه جواب عن اليهود، لو كان الرسول إلى محمد غير جبريل لآمنا به. وأيما كان الأمر فالعبرة ليست بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم قال الله تبارك وتعالى: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، كما قال تعالى إنه عليم بذات الصدور. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. له الحمد في الأولى والآخرة، الأولى اللي هي الدنيا، فالله جل وعلا يحمد في الدنيا، يحمده المؤمنون ويحمده كل من أراد به خيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، لأنه سبحانه وتعالى مستحق للحمد، حكيم يضع الأمور في مواضعها، عليم على كل شيء قدير، فهو يستحق للحمد. له الحمد في الأولى والآخرة، أي في الدار الآخرة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر أهل الجنة ومصيرهم وأهل النار ومصيرهم، قال: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. حتى أهل النار يحمدون الله على عدله إنه ما ظلمهم، وأهل الجنة يحمدون الله على فضله لأنه أعطاهم ما وعدهم، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
وقال سبحانه وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وله الحكم يقضي بين عباده بما شاء من غير مشارك، فالله جل وعلا هو الحكيم وله الحكم، إن الحكم إلا لله كما في سورة يوسف، فالحكم لله. ولهذا لا يجوز أن يحكم عباد الله إلا بشرع الله وحكم الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. له الحكم يقضي بين عباده بما شاء. ولما جاء أبو شريح وكان يكنى بأبي الحكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الله هو الحكم وإليه الحكم. قال إن قومي كانوا إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم. قال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال شريح وعبد الله. قال من أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح. الحكم لله وإليه ترجعون بالبعث، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ولا يرجع العباد إلا إلى الله، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم، وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.